السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة فيوتشر كوين؟ عملة فلوكي اينو اصدقائي ترتفع باكثر من 40% اخر 24 ساعة بعد اعلان منصة باينانس الامريكية ادراج العملة على منصة باينانس، وقريبا سيتم الادراج على منصة باينانس العالمية. كل المواضيع راح اتكلم عليها بهالفيديو. اما نبلش فيديو اصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناة. خليكم معنا اصدقائي لنهاية الفيديو حتى تعرف اخر مستجدات عملة فلوكي اينو. اولا اصدقائي، اعلنت باينانس يو سي عن ادراج عملة فلوكي اينو على منصة باينانس يو سي. وطبعا ادراج عملة فلوكي اينو على باينانس يو سي هذا يعني ان عملة فلوكي اينو تمتثل لقوانين الاوراق المالية والبورصات داخل الولايات المتحدة الامريكية، لان منصة باينانس طبعا تلتزم وتعمل تحت طائلة لجنة الاوراق المالية والبورصات. هذا يعني ان عملة فلوكي اينو ليست ورقة مالية، عملة تمتثل للقوانين، وهذا الشيء ادى ادراجها في منصة باينانس يو سي. وطبعا بسبب قوة هذا الخبر بالتأكيد رح يتم إدراجه على منصة باينانس العالمية خلال الأيام القليلة القادمة. رح يتم إدراج أولا على منصة كوين بيز و كريدت.كوم وباينانس يو سي، بعدها بيتم إدراج على منصة باينانس العالمية. طبعا هذا هو الشيء المعتاد. أولا أصدقائي، كمان عندي خبر تاني عن توثيق الصفحة الرسمية لعملة فلوكي اينو على تويتر. تم توثيقها بالعلامة الذهبية. العلامة الذهبية أصدقائي بيتم توثيقها من قبل تويتر على أن هذا الحساب يمتثل أو يمثل منظمة رسمية على تويتر. غير العلامة الزرقاء، العلامة الزرقاء بيتم شرائها مقابل 8 دولار، لكن العلامة الذهبية تحصل عليها مجانا من قبل شركة تويتر إذا كنت تمثل منظمة رسمية على تويتر. وهذا الشيء خطوة كبيرة لعملة فلوكي اينو. كمان خلال أيام قادمة إن شاء الله رح نشوفها مدروجة على منصة باينانس. والعملة ارتفعت بأكثر من 40% في ظل انخفاض بيتكوين وسوق العملات المشفرة. مثل ما انتم شايفين، سوق العملات المشفرة بكله باللون الأحمر، إلا عملة فلوكي اينو عم ترتفع بشكل كبير جدا بنسبة بتوصل إلى 40% في الوقت الحالي. والأهداف العملة لا تزال كبيرة، لكن لازم أولا نكسر 0.404 بهاي المناطق. عندي مقاومة عنيدة جدا منذ فترة، من شهر 3 تقريبا، من شهر مارس لم نكسر هاي المقاومة. مجرد ما يتم الكسر فأنت بهالحالة ممكن نرتفع مرة ثانية ل 0.405 و 0.406. أهم معلومات لازم تعرفها عن عملة فلوكي ايدو انه العملة عدد قطع 20 تريليون قطعة. طبعا توتال سبلاي 10 تريليون، ولسه عندي 10 تريليون قابلة للزيادة والصك. المعروض للتداول تقريبا 9 تريليون و 711 مليار قطعة. طبعا خلينا نقرأ مع بعض حتى نعرف ان الأرقام صحيحة ولا لا. عندي 3 أصفار خاصة بالمليون، عندي 100 مليون، 100 مليار، 20 تريليون. يعني الماكس سبلاي لعملة فلوكي اينو هي 20 تريليون قطعة. زاد الفوليوم اخر 24 ساعة اكثر من 500% من حيث عملية الشراء والبيع، وعندي ارتفاع في الماركت كاب الخاص بالعملة بنسبة 38%. طبعا الماركت كاب اصدقائي هو سعر العملة مضروب بعدد القطع، بيطلع عندك الماركت كاب. فارتفاع سعر العملة بأكثر من 38% بالتأكيد هي سبب ارتفاع الكوين ماركت كاب أو الكوين ماركت كاب الخاص بالعملة، الماركت كاب الخاص بالعملة بأكثر من 30 أو 38%. أصدقائي بنكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لازم تشترك بالقناة، تفعل الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.